الركن الخامس من أركان الإيمان. Second pillar of iman. الإيمان باليوم الآخر ما هو؟ إيمان باليوم الآخر. كل ما يكون بعد الموت تؤمن، لابد أن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد الموت. C'est tout bon quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas nous concernant après la mort. خروج الروح. Votre soul est venu sortir. وأن الملائكة تقبض الروح. Et ben là, je prends sa soul. يصعد بها للسماء. Les biens l'air, la minimum des chiens en l'air. في القبر أسئلة ثلاثة. Dans la tombe, ça doit être question. نعيم القبر. من فاضل من يريد الأتوم عذاب القبر البنيشاتوم البعث بعد الموت ريسيسيتي الجزاء كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر إبن ريكوبوس كل شيء بيني أقول الأمور إزوزيزما يوم القيامة يوم القيامة إزوزيزما نؤمن بيوم القيامة نؤمن إيمان دولا نؤمن بالجنة نؤمن إيمان بالجنة نؤمن بوجود النار نسعى في السلامة. إذن هذا الركن الخامس كل ما يكون بعد الموت لابد أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. Ça,